زعيم يساري علماني يقول: نحن من نرسم الطريق لأردوغان. كرر دوغو برينجيك زعيم حزب الوطن اليساري تصريحاته التي يؤكد فيها دائما تدخله في رسم سياسة تركيا. برينجيك المنتمي لتنظيم أرجنكون الدولة العميقة قال إن الحكومة الحالية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان هي من تقود السفينة فعلا، ولكنهم هم من يرسمون لها الطريق. وأوضح برينجيك أنهم في النهاية لا يدعمون أردوغان، ولكن على العكس فأردوغان يدعمهم ويقودهم إلى أهدافهم. ولهذا السبب فإن حزبي العدالة والتنمية والوطن في نفس السفينة وفي نفس جبهة القتال، مشيرا إلى أن حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولة بهجلي يتواجد معهم أيضا. وتابع برينجيك: قد يكون هناك أزمة من يقود السفينة، يعني من يدير السفينة بشكل أفضل. من سيقود هذه السفينة نحو وجهتنا وهدفنا دون الاصطدام بالصخور؟ حزب العدالة والتنمية هو قبطان تلك السفينة الآن، ولكن حزب الوطن هو من يرسم طريق تلك السفينة على حد قوله. أشار برينجيك إلى أن تركيا تنفصل عن المحيط الأطلسي وتتجه إلى آسيا، وأضاف: سياستها الحالية تميل نحو آسيا والصين، فهي تحرص على عدم مواجهة روسيا والصين في القضايا الحاسمة، وفق قوله. وأكد برينجيك أن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية هما أكثر الأحزاب قومية ووطنية في تركيا، ولكن بعد حزب الوطن على حد تعبيره. ومع أن دوغو برينجيك سبق أن أصدر تصريحات مشابهة، إلا أن الغريب أن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يرد عليها لا بالنفي ولا بالإثبات حتى اللحظة.